السلام عليكم ورحمة الله متابعيني. اليوم خبر عاجل، وفاة مشجعة رجاوية خلال أحداث تدافع قبل مباراة الرجاء والأهلي. تابعوا التفاصيل. أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا أن مشجعة لنادي الرجاء البيضاوي تبلغ من العمر حوالي 29 سنة، وفاتها المنية يوم السبت 29 أبريل 2023 خلال تواجدها بمحيط المركب الرياضي محمد الخامس من أجل حضور المقابلة التي تجمع بين فريقي الرجاء البيضاوي والأهلي المصري برسم إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وكانت السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية قد تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمعنية بالأمر، كما جرى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي مولاي يوسف لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة بالمستشفى. هذا وقد تم فتح بحث من قبل المصالح المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى اللقاء.